السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross خطأ 7. اليوم بفرجيكم فيديو شلون نقدر نخلص المانتس هي اللي هو الشرير هذا الجرادة، فريقين عن طريق الأوتو. بخلينا نبلش أول شيء طبعا معنا فينوم لأنه احنا داخلين من حسابه. بخلينا نجربه أوتو مثل ما قلنا، هو إنه فيك تخلصه أوتو ونشوف راح نخلصه أوتو مثل ما حكى ولا لا. إذا ما خلصنا أوتو راح أحسف له حسابه. طبعا اتاك فود مو مهم بس الاخ الكريم يعني أنا حطيت أصريت إني أحط فود ما يحتاج ما لأنه يحتاج لأنه فريقه ضعيف. انا جلدت الحوت الازرق شاد في البراون ما شاء الله. وكتب اجهط عشان تلاقي الصورة. اتوقع كان مفروض نغير مكان ماين، كان مفروض نغير مكان في مكان ساريال. خلينا نشوف هلا شو راح نقدر نعمل. لو كنا مغيرين مكان كان قتلنا، يا لو كنا مغيرين مكان ماين حتى مكان ساريال كنا بنقتل. ما يعني بيلعب مكان ماين ساريال بدو طيب خلاص ممتاز ممتاز ممتاز. هل راح نقدر نفوز ولا راح يقتلنا؟ تحية يقتلنا هذا في ذاته وداني. اوكي ثلاث ادوار ما اعتقد ثلاث لو ادوار تذكرت مايل السنجل كان مخصصه في دورين يمكن. زين ما في جرح نعمل هاي جرادة مال الديرة عندنا حفظ جرس مجرول راح نتصل اخذنا جرول. اعتقد ما راح نقدر كمان نخلصها لانه هذا استخدم كانت ما يسوي دامج يسوي دامج بس هي ما لك تكرت عليه في الفيس 2 دريقه. اوه لا بنقدر نخلصها. بقى سوى دامج بقى سوى دامج جي جي. هي اول فريق خلصناها ثلاثة ادوار بس هيك لانه الاماكن غلط. هلا بقى بنجرب الفريق الثاني وبنشوف شو ممكن يعمل الفريق الثاني. هل راح يكون نفس قوة هذا؟ يكون من دورين لثلاثة أو يمكن أربعة بالكثير يعني. الفريق الثاني أماكنهم صح؟ بد بلش؟ إيه؟ خلينا نشوف هلا هذا الفريق شو راح يعمل. الفريق يعني الضعيف فريق هذا فريق فري تو بلاي يعني عندكم دوان إسكانور دوان اسكنور اخذناه مجاني يعني حتى هو مجاني. ارثر الاخضر باكن اعطونا اياه مجانا. اي كله مجاني. بس سكادي لا سكادي كمان مجانا. ما اعطونا بيعطونا اياها. بس يعني ديك تحصلها بمليون بنار جت فيه. بس اعرف واحد ما عنده اياها. خلينا نشوف هلا. طبعا ما عندي رلك اذا حد يستغرب ما جبت لها الرلك. هذا بدنا فيه 400 دور شكله. حيكون شكله فيه 400 دور هون. حساب الثاني خلصت يمكن لفتين ثلاثة. اكيد حاطط لنا اوتو قاعد اكل. يا ترى هيك مركز على الشاي والحليب. خلينا نشوف هلا. هلا اعتقد هلا اسكنور راح يخلصها. بس ليش اسكنور هذا مو اللايت يعني أنا مثلا؟ ما لا تسألني صاحب المقطع اسأل صاحب المقطع. هي راح تعمل دمج عالي المفروض. ولا دمج عالي ولا بطيخ. انا متأكد في الحساب الثاني كان سوف 100,000. هو بيشنت الحلو انه بيشنت بس هلا راح يعمل لي دمج عالي. ما يهدد شيء. هاي تهدد شوي. حصل دامج احنا. ها صار ميون الحمد لله. هلا يمكن كله يموت. لا شوف هلا استخدم كل حركاته سكنور لما حتموت هلا هي. ما جاب التمت؟ ياه. ها
شكلنا حموت. شكلنا حموت. ايه اعطونا كروت ارثر، بتعرف ارثر كثير قوي. اعمل اسكانور يا كلب، اعمل اسكانور. ما شاء الله ارثر بالقوة، يلا لا منيح. يعلى علي يا شباب. شو بسوي 100 ريال؟ يلا منيح، بس اعتقد حنخلصها. ايه خلصناها. وان تيرم ثاني فيز اللي هي المفروض اصعب، خلصناها اسهل من الاولى. ها؟ لا لا ذا انا خصم وان المفروض كنا اتراح. وبقى هي خلصنا الاثنين اوتو. بالتوفيق للكل، جربوا التيمات، تيمات حلوه، اوتو مانيوال كله راح ينفع معاكم. ما بس هم يكون صناعة الفيديو لما اجتكم استمتعتوا فيه، بنتشكر فينوم على وجوده معانا، نشوفكم في فيديوهات تانية، مع السلامة.